السلام عليكم يا باشمهندسين، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. معاكم الدكتور أحمد إمام. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس الهاي فولتج انجينيرنج الجزء الثاني. قبل بس ما نبدأ هنبتدي بس نوضح بعض الحاجات. زي ما حضراتكم عارفين إن إحنا السنة دي عندنا الوضع مختلف، المحاضرات إن شاء الله هتبقى نصها أونلاين ونصها فيس تو فيس، فإحنا هنبدأ إن شاء الله الأونلاين الأول وبعدين في الغالب بعد محاضرتين أو حاجة ننتقل فيس تو فيس. زي ما احنا برضو بالنسبه للسكاشن بتاع الماده هتبقى زي ما هي ان شاء الله، تبقى فيس تو فيس، ونرجو ان شاء الله انتم تستمتعوا بهذه الماده. قبل ما نبدا في اللايف فولتج انجينيرنج ماده الجهد العالي، فعلا من الحاجات اللي هي مهمه جدا والمواد اللي هتهمك قوي بعد ما تخرج ماده لايف فولتج. يعني ربما يكون انت ما سمعتش عنها في القسم لحد الان، لحد سنة ثالثة زي ما انت شايف ما سمعتش عن كلمة هاي فولتج خالص. الهاي فولتج طبعا ابتدى يعني هو الجهد العالي، وبعد شوية هنعرف يعني ايه الهاي فولتج ده، يعني هيبدأ من كام، من جهد كام. لكن عاوزين نشوف أهمية الكورس اللي انت هتدرسه. أول حاجة انت إن شاء الله زي ما احنا كنا عارفين إن الإنتاج في مصر أو اللي هي باور جنريشن بنتكلم تجاوزت ال 50 جيجا وات او تجاوزت كمان ال 55 جيجا وات في الفتره اللي فاتت دي. فده بيتطلب عندنا انشاء محطات كتيره جدا، محطات جنريشن ومحطات سب ستيشن، وهنعرف الفرق ما بينهم بعد شويه. وبرده تطلب انشاء ترانسميشن لاين، كل ما يتعلق باللاي فولتج والبروتكشن وهكذا. الكورس الوحيد اللي انت هتبتدي تاخده في الكليه اللي هو كورس لاي فولتج، واظن ان ده الكورس ده قليل على هذا التخصص، وان شاء الله يبقى فيه ماده اختياري في رابعه او حاجه، بحيث ان احنا نكمل، ولو في حد هيكمل معانا في المشروع هيبقى برضه يحاول يكمل في هذا الجزء. الهاي فولتج دلوقتي بقت طبعا معظم المحطات او السب ستيشنز او الترانسميشن لاين، كل ده بتحتاج تخصص هاي فولتج. لو جينا برضه نتكلم يعني لو شفنا التخصصات الثانيه او ديستريبيوشن او كذا او غيره، هنلاقي ان تقريبا في ناس كتير قوي بتنافسك، في حد كتير بيشتغل معاك في نفس الجزء، لكن التخصص الوحيد اللي مفيش حد بيقدر يمد ايده فيه الا الناس اللي فاهمه هاي فولتج كويس، اللي هو الهاي فولتج انجينيرنج. ليه؟ لان للاسف ان الخطا فيه بيبقى خطا قاتل، مفيش راجعه فيه. فاحنا نبدا ان شاء الله هذا الكورس، يا رب تكون ان شاء الله يتم على خير، وربنا يحفظنا ويحفظ مصرنا، وان شاء الله نستفيد مع بعض في هذا الكورس. اول حاجه بس هنعرف الكونتنتس، الحاجات اللي احنا هندرسها في هذا الكورس. لو جينا بصينا اول حاجه عندي الجزء الاولاني اللي انا هديه، هنتكلم على الجراوندنج او الايرثنج، وهنتكلم على الاوفر فولتج اللي بيحصل في الشبكات، وهنتكلم بعد كده على الكيبلز، وهنتكلم على ترانسميشن لاين انسليتورز. الجزء الثاني اللي هو بيديه الدكتور عبد الباري هتاخدهم فيه الهاي فولتج جنريشن، وبعد كده الهاي فولتج ميجرمنت، وبعد ما احنا عملنا لها ميجرمنت برضه عاوزين نتكلم على الانسوليشن بانواعه المختلفه، الجاز والسوليد والليكويد، وازاي بيحصل في بريك داون والايونيزيشن اللي جواه وهكذا. قبل ما نبدا بس كده الكورس هنقول يعني ايه هاي فولتج. كل ده بنسمع عن كلمه هاي فولتج، هل هاي فولتج ده من جهد كام؟ هل هو اكبر من 1 كيلو مثلا يبقى هاي فولتج؟ فاحنا لو رجعنا في تقسيمات كتير قوي، بس احنا هنحاول ناخد تقسيمه بتاع الاي اي سي اللي هو الانترناشونال الكتريك كود. الانترناشونال الكتريك كود ابتدى قسم الجهد عندنا للو فولتج وميديوم وهاي زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه قال اللو فولتج هو الليزان اللي هو ال 1000 فولت او 1 كيلو فولت، فكل حاجه اقل من 1 فولت ده بالنسبه لنا لو فولتج. الميديوم فولتج ده بيتراوح من 1 كيلو فولت لحد 35 كيلو فولت. يعني في مصر هنا عندي خط اللي هو ال 11 كيلو فولت، وخط اللي هو الميديان اللي هو ال 20 كيلو فولت، وبرده ال 33 او 33، كل ده يعتبر بالنسبه لي ميديان فولتج. بعد كده بنتقل للهاي فولتج اللي هو من 35 لحد اللي هو 230 او 230 كيلو فولت، وده بيشمل في مصر هنا خطوط ال 66 كيلو فولت وخطوط ال 220 كيلو فولت. بعد كده عندي الاكسترا هاي فولتج، وده خط في مصر هنا خط ال 500 كيلو فولت، وفي الالترا هاي فولتج ده اللي هو اكبر من 500، وده مش موجود في مصر لكن موجود في دول العالم كتير زي روسيا واليابان، وصلوا دلوقتي لارقام اكبر من 500 كيلو فولت. لو جينا بس قبل ما نبدا زي ما احنا شايفين كده
دي تقريبا ده شكل الحلقة بالنسبة لي. أول حاجة عندي الباور ستيشن، زي ما احنا عارفين إن الباور ستيشن بيحصل لها جنريشن للجو بيتراوح من تقريبا 11 لحد 23 كيلو فولت. طبعا في محطات شغالة 11، في 18، في 13 وهكذا. المهم احنا بنتكلم في تقريبا جنريشن من 11 لحد 23 كيلو فولت. انا ما اقدرش انقل على الجهد القليل ده للكاستمر بتاعي، اللي هو ادي الكاستمر هنا اهو، ما اقدرش انقل هنا مباشر من اللي هو جنريشن لحد الكاستمر لو انا على الجهد اللي هو المنخفض ده. اولا ليه؟ لان غالبا المسافه بين الباور جنريشن وبين الكاستمر بتبقى كبيره جدا. زي مثلا لو احنا عندنا بنتكلمنا مثلا على السد العالي وعندي الاندستريال لوكيشنز مثلا في القاهره، فانا بنتكلم حوالي 1000 كيلومتر. لو انا مشيت ب 1000 كيلومتر على الجهد ده هيحصل فولتج دروب رهيب جدا، وتقريبا مش هيوصل حاجه منه للقاهره، وبرده اللوسز هتبقى عاليه جدا. فانا بضطر ان انا استخدم اعمل محطات سب ستيشن هاي فولتج ترانسفورمر زي ما انتم شايفين كده ستيب اب، ابتدى يعلى لي الجهد ده لحد 220 او 500 كيلو فولت في مصر هنا. لما باجي انقل على الجهد الكبير ده في الغالب بنقل على ترانسميشن لاين خطوط هوائيه، او في بعض الاحيان القليله قوي بيبقى كابلات. بعد كده خلاص ما انا قربت من المدينه، قربت من الزون بتاع القاهره، مش هقدر اخش من 220 ده داخل القاهره، ابتدي انزل ل 66 و 33 كيلو فولت. طبعا برضو ما زال لسه كبير، فابتدي استخدم ستيب داون ترانسفورمر تاني، سواء في المناطق الصناعيه بيبقى 22 كيلو فولت، وفي المناطق الريزدنشال اللي هي الاحياء القديمه كلها كانت شغاله 11 كيلو فولت. باخد بعد كده 11 كيلو فولت ده باجي عند كل مبنى او كل مجموعه، ببتدي احط هنا في جزء داخل مبنى هنا ترانسفورمر ستيب داون بياخد ال 11 كيلو فولت او ال 22 ويديهم اللي هو 380 فولت اللي هم شغال بيهم المبنى اللي هو لو فولتج بالنسبه لي. طبعا لو جينا نشوف مثلا زي الكليه بتاعتنا عندنا زي ما شايفين كده كان فيه موزع في اول الكليه، لو حد داخل الكليه كده هيلاقي على اليمين في غرفه المحولات، غرفه المحولات دي او غرفه الموزع ده مديه مجموعه محولات بتبتدي تغذي مباني الكليه وهكذا. ده ببساطه قوي. فاحنا بالنسبه لنا لو جينا نحط ايدينا على الهاي فولتج هنا فين في الشبكه دي، يبقى انا عندي ترانسفورمر ده عندي هاي فولتج اهو، عندي كل ترانسميشن لاين بمشتملاتها بالانسوليتورز كذا، كل ده هاي فولتج، كل المحطات اللي احنا شايفينها دي بتبقى ايه هاي فولتج. طب لو جينا نشوف شكل المحطه، طبعا مش عارف هل حضرتك شفته محطه قبل كده ولا لا، بس ده تقريبا محطه تيبيكال اهي. تعال نبص عليها لو نقدر، حتى في الناس اللي ما شافتش تبقى في الاجازه تروح تبص على محطه ولا حاجه هتبتدي تشوف شكلها عامل ازاي. ده تقريبا الشكل بيبقى في معظم المحطات بيبقى الشكل عامل زي كده. لو جيت بصينا ادي الخطوط الهوائيه اهي اللي هي جايه من على الشمال زي ما احنا شايفين كده، الخطوط ده زي مربوطه زي ما شايفين، شايفين اللي هو الجزء الحديد ده، الجزء الحديد ده اللي هو التاورز دي بيسموها جانتري زي ما شايفين، ده الجانتري بتاع المحطه. عشان ما تتخرج بس تعرف الاسامي، ده الجانتري بتاع المحطه. يبقى انا الترانسميشن لاين اللي جاي اللي هو على الشمال ده وصل على الجانتري اللي هي التاورز اللي انت شايفها دي، واخده اللي هي الخط بتاعي. طبعا في انسوليتورز اهو عازل بين الترانسميشن لاين وبين جسم اللي هي التاورز دي. لو بصينا كده في حاجات بيضاء اهي، الجزء الابيض ده السيلج اليستور، وفي بعد كده زي ما شايفين في روتس كده في كل تاور ده، دي عشان الصواعق او عشان اللايتنج. اللايتنج هنا لو في لايتنج ولا حاجه يبتدي تيجي على الرود اللي فوق ده، وبعدين هيبتدي ان انا اعمل لها ديسيبيشن في الجراوند بتاع المحطه، وهنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل. ممكن الاريستور، وهنتكلم برده على اللايتنج الاريستور اللي فوق ده، تمام. وبرده هنبتدي خدنا احنا وصلنا ترانسميشن لاين اهو ماشي، بعد كده دخل على الجانتري، هيروح بعد كده فين؟ هيروح على الترانسفورمر اللي احنا شايفينهم ده، ادي الصوره عندي ادي واحد ترانسفورمر الاولاني، ده الثاني زي ما شايفين، الثالث في الرابع في الخامس وهكذا. فعند المحطه دي بعد كده فيها حوالي خمسه ترانسفورمر. وبعدين ايه المبنى اللي قدامنا ده؟ اللي قدامنا زي ما شايفين المبنى ده بيسموه سويتش جير بيلدينج، ده اللي بيبقى فيه كل السكاكين او كل المفاتيح الفصل. انا عندي الخط ده عايز اوصله زي ما شايفين كده، في ترانسميشن لاين خارجه من المحطه اللي هي اللي على اليمين دي، هيبقى فيه العديد منها، انا عايز افصلهم، عايز اوصلهم، عايز اوصل محول، عايز افصل، كل ده من خلال اللي هو السويتش جير الموجود قدامك ده، في كنترول كله، في بروتكشن بتاع المحطه. طبعا في حاجات ثانيه يعني، في بعض الكومبوننت الثانيه اللي انت شايفها زي دي كده، ممكن ايه هنتكلم عنها بعد كده، او ممكن نتكلم ان شاء الله بعد كده في المشروع السنه الجايه باذن الله. انا النهارده في الهاي فولتج السكوب بتاعي ان انا احاول افصص بعض الحاجات
بعض الحاجات اللي هي الموجودة في المحطة، ونحاول نشوف الدنيا فيها ايه او بيعمل لها ديزاين ازاي. زي ما اتفقنا مع بعضينا ان احنا هندرس الجراوندنج اول حاجه، وقلنا بعد كده الاوفر فولتج، وبعدين الكيبلز، وبعد كده اللي هو الترانسميشن لاين انسوليتور. فان شاء الله هنبتدي بالجراوند سيستم. الجراوندنج سيستم او الايرثنج سيستم ايه المقصود بيه؟ هو الجراوند سيستم مقصود بيه ان انا هعمل كونكشن اللي هو الاكويبمنت بتاعي او ان انا للنيوترال بتاعي بالجراوند. طيب اعمل الكلام ده ليه؟ تعال نبص كده واحده واحده الاوبجيكتيف بتاع الجراوندنج سيستم ده. الحاجات دي من النقاط المهمه جدا بعد ما اتخرج. للاسف في ناس ما بتبقاش عارفه انا بعمل نظام ارضي ليه. طيب لو جينا اول فانكشن للنظام الارضي او اول هدف ليه بعمل النظام الارضي، اول حاجه لو نيجي نبص مع بعض كده، to provide safety to personal during normal and fault conditions. يبقى اول حاجه انا بتكلم على السيفتي لمين؟ للبيرسونال، للبني ادمين، during normal في حاله الحاله العاديه، في حاله الفولت لما يكون في فولت كونديشن. يعني ايه الكلام ده؟ لو جينا بصينا كده مع بعض، ادي مثلا عندي لود معين. اللود اللي قدامي ده ممكن يكون عندك، ممكن يكون ثلاجه عندك في البيت، ممكن يكون جسم، ممكن موتورز، ممكن غيره، اي جهاز كهربائي. وزي ما انا شايف انا في هنا ده السورس بتاعي، هو واخد من السورس كده عن طريق السيركت بريكر اللي قدامك ده. طبعا بيبقى عندي فيه متوصل بكابلات، فانا عندي كوندكتور اهو واخد من البريكر واصل على اللود بتاعي، سواء ان هو داخل جوه الثلاجه او غيره، الماتور بتاع الثلاجه، وبعدين خارج تاني زي ما احنا شايفين كده من السلك ده. طبعا السلك ده ما بيبقاش اكيد معزول، فعليه عزل السي اللي انا عامله بالاورنج ده. في النورمال كونديشن لو في بني ادم، في النورمال كونديشن لو في بني ادم لامس جسم الثلاجه ده او غيره، مش هيحصل له حاجه، لان زي ما شايفين الجهد موجود على الكوندكتور ده، وجهد مش ملامس لاي حاجه من جسم الثلاجه من بره، الجهد ده ماشي في الكوندكتور بس، داخل على اللود وبعدين الكرنت خارج من الناحيه الثانيه. الراجل اللي هو واقف ده مفيش اي مشكله فيه. لكن المشكله بتحصل امتى؟ تخيل كده لو حصل فيلير، شايفين اللي هو الانسوليشن اورنج ده، لو حصل فيلير فيه والكوندكتور ده وصل بجسم الجهاز، ايه اللي هيحصل؟ اصبح دلوقتي جسم الجهاز ده عليه جهد. طب عليه جهد مين اللي لامس جسم الجهاز ده؟ اللي هو الراجل اللي واقف على اليمين ده. فطالما فيه راجل واقف، الراجل ده ليه مقاومه وعليه جهد، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يمشي فيه تيار. طب التيار ده ممكن يعمل فيه ايه؟ للاسف التيار ده ممكن لو هو زاد عن حد معين ممكن يموت البني ادم. فانا عندي هنا كل بني ادم ليه ريزيستنس، تمام؟ طب البني ادم يعني يقدر يتحمل لحد كام؟ او في ناس بتسال سؤال غريب شويه، يقول لك البني ادم بيتحمل جهد قد ايه؟ هو صحيح بني ادم؟ لا، مش احنا لما بنيجي نشوف السيفتي للبني ادم ما بتحددش بالجهد، تحدد بالكرنت اللي يمشي جوه البني ادم ده بكام. فانا بالنسبه لي هنا لو الجهد ده، طبعا بجيب الكرنت ازاي؟ الكرنت بيساوي الجهد اللي وصل هنا على الريزيستنس بتاع البني ادم. فلو الريزيستنس بتاع ادم دي كبيره، الكرنت ده صغير مش هيعمل له حاجه. لكن في الغالب ان الريزيستنس ده ممكن يكون الراجل ده بالذات لو ليه فيها رطوبه او فيها ميه او غيره او مش لابس شوز، ممكن تلاقي ان الكرنت ده كبير. لو احنا بنتكلم لو اكبر من 30 ملي امبير كونتينوس، البني ادم ده للاسف هيحصل له مشكله وممكن يموت. فانا الهدف بتاعي هنا ان انا اعمل ايه؟ ان انا مش عايز التيار يمشي في البني ادم ده. طب اعمل ايه؟ قالوا خلاص، طب لو احنا جبنا الجسم اللي هو الجهاز ده ورحنا موصلينه بالجراوند، فايه اللي حصل؟ دلوقتي ما حصل فيلير بتوين الكوندكتور ده وبتوين جسم اللي هو الايكويبمنت بتاعي او جسم الثلاجه بتاعي، حصل ايه؟ التيار هيلاقي او الجهد بتاعي هيلاقي مسارين، مسار في الجراوند اهو ومسار جوه البني ادم. والله لو انت عامل مسار الارث ده مقاومه صغيره قوي، هيحصل ايه؟ معظم التيار هيمشي في الارث، وبالتالي انت حميت البني ادم ده. لكن للاسف لو انت خليت مقاومه الارث ده كبيره، برضه اللي هيحصل ان الكرنت هنا هيحصل له زي ما احنا عارفين كرنت بايدر رول، هيبتدي في جزء يمشي في البني ادم وجزء يمشي في الارث. ممكن الجزء اللي ماشي في البني ادم ده لو كبير هيبتدي يعمل له مشكله. يبقى اذا هنا ناخد بالنا ان مقاومه الارث هنا دي مقاومه مهمه جدا، وهي المؤثره، وهي بتحدد السيفتي بتاع الهيومن لامس البني ادم ده. يبقى احنا كنا بنتكلم في ايه؟ بنقول ان اول هدف من اللي هو الجراوند سيستم اللي هو سيفتي البني ادمين اللي بتلمس الاجهزه. كلتنا طبعا عندنا بعض الاجهزه ما كنتش شاريها جديد، سواء بوتاجاز اللي هو فيه اشعاع ذاتي اللي فيه كهرباء، او ثلاجه او غيره، ما بيحصلش مشكله. تجد بعض
في بعض مع الزمن بعد سنه ولا اتنين تيجي تلمس الثلاجه تلاقي ايدك زي ما شايف كهرباء. هي كهربت ليه؟ يبقى احنا كده فهمنا ليه، لان حصل فيه فيلير الانسوليشن بتاع اللي هو الكوندكتور او بتاع الكابل اللي مدي الجسم الاكويبمنت اللي عندك، والفيلير ده خلى فيه جهد عليه. لو انت مش عامل ايرثنج كويس يبقى انا في الحاله دي ممكن يحصل لي مشكله. يبقى انا لازم اهو يعني اول حته في الكورس، يبقى انا لازم اروح اراجع الحاجات اللي عندك في المطبخ بالذات الغساله الثلاجه غيره، واشوف الايرثنج بتاعه لو مش معقول احاول اعمله. ان شاء الله في الكورس هنتعلم ازاي نعمله. طيب لو نرجع، يبقى احنا اول فانكشن من اللي هو بالنسبه لنا اول اوبجكت بالنسبه لي للجراوند سيستم هو ايه؟ هو السيفتي للهيومن. لو جينا نرجع كده تاني بعد كده، من الاسباب برضو المهمه تانيه، تعال بص سبب تاني يقول هنا ايه؟ To assure correct operation of electrical او electronic devices. في بعض الاجهزه ما بتقدرش تشتغل بطريقه صحيحه الا لو متوصل لها جراوند كويس. طبعا احنا يعني في اجهزه كتيره جدا عندنا في المعمل، لو حد دخل معمل هاي فولتج هيلاقي بعض مثلا زي شينج بريدج ما بتشتغلش الا لما يكون وصل لها جراوند كويس. وفي اجهزه كتير جدا دلوقتي كل الميجرمنت كل الاجهزه بتاع القياسات ما بتشتغلش كويس الا لو انت وصل لها جراوند كويس. طب في الحاله دي كوريكت اوبريشن، يعني انا ممكن لو جهاز قياس ماشي في بعض الاجهزه ممكن تشتغل لكن مش هتديك قراءات صحيحه. لو انت عايز كوريكت اوبريشن يبقى لازم اوصلها جراوند مظبوط. برضه من الحاجات اللي هي المهمه تو بريفنت دامج تو الكتريكال والكترونيك ابريتس، بعض برضه الاجهزه لو انت ما وصلتهاش جراوند كويس مش مجرد ان هي الميجرمنت بتاعها تبقى كويسه ولا الريدنج بتاعتها كويسه او الاوبريشن بتاعها نوت كوريكت، لكن للاسف ممكن يحصل لها دامج، ممكن كلها تبتدي ان هي يحصل لها تلاقي الجهاز اتحرق خالص او يحصل له دامج بالكامل. برضه من الحاجات اللي هي المهمه اللي كنا يعني تقريبا قلنا عليها هنت من شويه تو ديسيبيت لايتنينج ستور. لو انا عندي فيه صاعقه جت على زي مثلا المحطه اللي احنا كنا شايفينها من شويه او على مبنى او غيره، لازم يبقى فيه مسار للجراوند. يعني في بعض المسار للجراوند ده لازم ديسيبيت اعمل جراوند كويس عشان ياخد الصاعقه دي ويسربها في الجراوند بدون ما يعمل مشكله. اخر حاجه برضه من الحاجات اللي هي المهمه تو ستابلايز فولتج ديورنج ترانزيانت كونديشن and to minimize the probability of flashover during transient. ايه الكلام الكبير ده؟ يبقى انا عندي ساعه ما بيحصل للاسف فولت بيبتدي الجهد يزيد جوه المحطه. يعني بعد شويه يمكن في الشابتر 2 نتكلم على الاوفر فولتج وهنشوف اول ما يحصل جهد او فولت سنجل لاين جراوند فولت بالذات بنلاقي ان التو فيز الثانيين بنلاقي جهد زاد عليهم. عشان ما يحصلش المشكله دي يبقى انا لازم ان انا اعمل جراوند كويس لنقطه النيوترال. يبقى انا لو جينا نراجع كده مع بعض، يبقى سيفتي للبيرسونال وعشان الكوريكت اوبريشن بتاع الاجهزه نفسها وعشان ما يحصلش دامج للاكويبمنت بتاعتي وعشان انا اعمل ديسيبيشن لللايتنينج وبرده بعد كده عشان الجهد ما يزيدش عشان برده ما يعملش مشاكل مع الاجهزه بتاعتي. يبقى دي تقريبا الاوبجيكتيف بتاع الجراوند سيستم. يبقى احنا بالتالي هنا عرفنا انا بعمل جراوند سيستم ليه. يبقى اذا ان ملخص الخمس حاجات اللي قلناهم دول سيف جراوند سيستم، يبقى انت عايز حاجتين، ان انت بروفايد مينز عايزين وسيله تو كاري الكتريك كارنت عشان تشيل التيار ده في حاله النورمال وحاله الفولت كونديشن بدون ما تعمل مشاكل للاكويبمنت. دي اول حاجه. ثاني حاجه برضو ان اي بني ادم ان اضمن تو اشور ذات بيرسون ان ذا فاسينتي اوف جراوند فاسيلتيز از نوت اكسبوز تو دينجر اوف كريتيكال الكتريك شوك. يعني انا عايز اي بني ادم سواء لامس او سواء حتى كان بيمشي في المحط او ان هو قرب من محول او قرب من غيره ان ما يحصلوش مشكله في حاله النورمال في حاله الفولت كونديشن. يبقى انت في الاخر سيفتي للاكويبمنت في الظروف المختلفه وسيفتي برضه للهيومن في الظروف المختلفه. عمالين بس ناكد على الجراوند رول لان للاسف بعضنا بيتخرج ومش عارف يعني جراوند ولا اهميته. عشان كده طبعا احنا هنا في كود بالنسبه للكود المصري عمل كود مخصوص للجراوندنج ولازم الزم الناس بيه، وبرده كل الدول كلها عامله مثلا الاي سي ليه كود مخصوص للجراوندنج سواء برده بريتش ستاندرد برده ليها كود مخصوص. لو اتكلمنا على فرنش ستاندرد كل الدول عامله كودز مخصوصه وعامله ريجوليشنز بتنظم الجراوند سيستم في كل المنشات اللي عندها. يبقى انا اخر حاجه برايمري الهدف الاساسي من الجراوند سيستم هو السيفتي.
طيب يبقى اذا الجراوند ات اول ببساطه كده لاخر بيرسونال سيفتي زي ما قلنا، البني ادمين الاول دي اهم حاجه، وبعدين الاكويبمنت برضه سيفتي او الاكويبمنت بروتكشن سكند. طيب الجراوند سيستم ده اللي عندي كم نوع بقى؟ وات ار ذا مين ثري تايبس اوف جراوند سيستم؟ انا عندي فيه ثلاث انواع للجراوند سيستم. لو جينا نبص عليهم لو يعني المحاضره دي لو كانت مقدمه، لكن الموضوع بسيط جدا، عامل لك فرشه بتعرف يعني ايه جراوندنج من الاول من اي تو زد زي ما بيقولوا كده. اول حاجه لو جينا نتكلم، انا عندي في ثلاث انواع للجراوند سيستم. اول نوع اللي هو بيسموه الاكويبمنت جراوندنج سيستم. ايه الاكويبمنت جراوندنج سيستم ده؟ الاكويبمنت جراوند لو جينا بصينا عليه، نبص الصوره دي ونرجع تاني، شايفين ادي الموتور قدامنا ده. الموتور قدامنا ده واخدين، انا واخد جسم الموتور اهو موصله زي ما شايفين، شايفين الكابل اللي قدامنا ده، ده الكابل بتاع الارث متوصل بنظام ارض يا بقى. انا ده عباره عن توصيل جسم الجهاز بالارض، وزي ما اتفقنا ده في الاول قلنا الهدف منه ايه؟ عشان لو في هيومن، لو في بني ادم لمس اللي هو الجهاز ده ما يحصلوش مشكله. يبقى اول نوع عندي اللي هو الاكويبمنت جراوند. يبقى ايه الاكويبمنت جراوند؟ انا اوصل جسم الجهاز بالارض. طيب تاني نوع بقى عباره عن ايه؟ لو جينا نبص كده اهو، في حاجه اسمها سيستم جراوندنج. طب ايه سيستم جراوندنج ده؟ لو جينا بصينا برضه نفس الرسمه، ان انا هوصل نقطه النيوترال بتاع المحول او بتاع السورس بتاعي هوصلها بجراوند كويس، وده بيسموها اللي هي الايه؟ النيوترال او الباور جراوندنج. هنرجع تاني، يبقى احنا كده عندنا نوعين، عندي الاكويبمنت جراوندنج ان انا اوصل جسم الجهاز من بره، السيستم جراوندنج او النيوترال جراوندنج ان انا هوصل النيوترال بالجراوند. اخر حاجه اللي هي اللايتنينج جراوند، ده اللي بيستخدم في حاله اللي هي السواك. لو بصينا برضه كنا رسمه حاطين فيها اهو، ده سطح المبنى زي ما شايفين الكوندكتور اللي فوق ده بيبقى فيه هنا لايتنج اريستور ولا حاجه رده كده، وباخد الكلام ده بوصله وبنزل، او الصوره اللي جنبيها بنزل هنا كده لحد الجراوند، بوصله على نظام ارضي عشان لو في صعقه نزلت على المبنى ده تبتدي يحصل لها تمشي في الكوندكتور لحد ما توصل الجراوند. يبقى احنا زي ما شايفين اهو، انا عندي هنا في ثلاث انواع، اللي هو اللي قدامي اكويبمنت جراوند، هوصل جسم الايه؟ الجهاز بالجراوند، والسيستم جراوند هوصل نيوترال، اخر حاجه اللايتنينج ان انا هعمل سيستم لللايتنينج فوق المبنى واوصله بالجراوند. هنبتدي بعد كده نشوف. يبقى احنا عرفنا ايه دلوقتي؟ لحد دلوقتي عرفنا ايه؟ يبقى انا لحد دلوقتي عرفت يعني ايه جراوندنج سيستم، هدفه ايه؟ وظيفته ايه؟ انواعه ايه؟ طيب انا اعمل الجراوند سيستم ده فين؟ اكيد اعمله في التربه في السويل، اجيب استخدم الارض وابتدي احط فيها اللي هو الجراوند سيستم بتاعي. طيب الجراوند سيستم ده انا بالنسبه لي زي ما اتفقنا كده في المقدمه، انا يهمني ان الريزيستنس بتاع نظام الارض بتاعي او الجراوند سيستم ده تكون كبيره ولا صغيره؟ برافو تمام، لازم تكون صغيره جدا عشان الكرنت بتاعي اللي هو يمشي فيها وابتدي يحمي البيرسون. لكن زي ما اتفقنا لو كبيره هيحصل ان برضه الهيومن هيمشي فيه تيار كبير ومش هيبقى سيف اليوم. طيب الريزيستنس عموما الار علمونا زمان الريزيستنس، اي ريزيستنس في الدنيا الار بتساوي رو في ال على ال. يبقى انا اول حاجه بتقابلني كلمه رو، فبالنسبه لي هنا السويد ريسيفتي او اللي هي الريسيفتي بتاع الارض بتاعتي هي اهم عنصر في الجراوند سيستم، وهي اللي بتحدد قيمه المقاومه. فالسويد ريسيفتي هنا الموست امبورتنت فاكتور اللي هي اللي بتاثر على الريزيستنس بتاعتي. طيب السويل دي ما جمسينها انا من بالنسبه لي من ناحيه كهربيه، دلوقتي في تيار هيمشي جواها كهربيه، التيار السويل دي هتبقى عباره عن ايه؟ هل هي ريزيستنس ولا كاباسنس ولا كويل؟ فلقينا ان معظم موست سويلز بيهيف بوز اكوندكتور اوف ريزيستنس ار اند دايلكتريك، معناها عباره عن موصل ليه ريزيستنس ار ومعاها عازل. طب الموصل عارفين ان ليه ريزيستنس ار، طب الدايلكتريك الماده العازله انسوليتور بيتمثل ازاي؟ زي ما احنا عارفين انسوليتور بتمثل بكاباستور، وبرضه ممكن يحصل له بريك داون فبنحط معاه اسفير جاء. لو جينا بصينا اهو في الهاي فريكونسي، لو انا بتكلم على هاي فريكونسي وعايز امثل تمثيل دقيق للسويل وبالذات اللي هي الستيف فرونت، ما يكون عندي اللي هو الدي في باي دي تي عالي جدا، في الحاله دي لازم اجي امثل السويل، امثلها بايه؟ بري كونكشن ريزيستنس مع كاباستنس مع جاب، زي ما شايفين في الرسمه دي. بص كده لو انت عايز ريزيستنس او عايز تمثل السويل، سويل موديل اهو، هيقابلك اول حاجه الكاباسنس دي مثلا سي ده بتاع الدايلكتريك، وادي الريزيستنس اتفقنا عليها فيها جزء كوندكتور، ومعاهم السفير جاب او الاير جاب اللي قدامنا دي. الاير جاب دي
مهمه في ايه؟ ان لو حصل ان الجهد زاد على السويل ده ممكن يحصل فيها بريك داون، وبالتالي بتلغي الريزيستنس والسي، وبالتالي بالنسبه لي الار دي بتبقى شورت سيركت. يبقى اول الموديل الصحيح او الدقيق للسويل يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ريزيستنس معاها كاباسنس ومعاها ارجاء. طيب في معظم الاحيان انا مش شغال هاي فريكونسي، انا شغال لو فريكونسي. ففي الحاله دي لو انا عندي لو فريكونسي الارض بتاعنا ممكن في الحاله دي اهمل الكاباسنس واهمل اللي هو الجاب اللي موجوده دي، وبمثل اللي هي السويل بتاعتي ببيور ريزيستنس زي ما احنا شايفين كده. لو جينا بصينا همثل السويل، هل الكاباسنس كانت موجوده هنا وبرده الارجاب اللي كانت موجوده هنا، وهتبقى ريزيستنس بس ليها مقاومه ار. وبعد شويه هنبتدي نتكلم نشوف الار دي بتبتدي ان هي ايه، ايه العوامل اللي هي بتاثر فيها. يبقى هنا طبعا احنا معظم شغلنا بيبقى لو فريكونسي اللي هو ال 50 هرتز. في الحاله دي انا في طول الكورس هبتدي امثل السويل بتاعتي همثلها بريزيستنس فقط، ومش هحط معاها السي ولا اللي هو الارجاء. لكن انت تاخد بالك لو انت ان شاء الله بعد التخرج لو في بعض الابلكيشن عندك جهاز او ايه وهاي فريكونسي، في الحاله دي مش هقدر امثل السويل بتاعتي بار بس، يبقى الار دي مقتصر على الباور فريكونسي بتاعها. طيب اذا السويل كاركترستيك زي ما اتفقنا اللي هنمثلها بريزيستنس. طب ما انا امثلها بريزيستنس، ريزيستنس انا زي عارفين يبقى ليها ايه، طالما حاجه ليها ريزيستنس يبقى ليها ريستيفتي. الريستيفتي بتاعتها كام؟ فالسويل طيب السويل ريستيفتي دي بتاثر تاثر كبير جدا بنوع السويل بتاعتي. يعني لو احنا جينا نتكلم كده ممكن زي ما شايفين كده 1 اوم متر لحد ممكن توصل تعدي ال 10 كيلو اوم متر على حسب نوع السويل بتاعتي. لو جينا بصينا على التيبل ده بيوضح بعض اللي هي انواع السويل، بصينا كده هنلاقي مثلا بعض السويلز كده الكلي او غيره بنتكلم في رينج هنا مينيمم 10 زي ما شايفين وصل ل 55، وممكن تفضل تزيد معايا لو خدنا حاجه مثلا في النص كده اللي هي الساند ولا غيره، ادي الساند ستون اهي، الساند التربه اللي هي الرمليه ممكن يوصل من 20 ممكن يوصل لحد ال 2000. لكن لو انا عندي ليم ستون عندي، لو انا عندي تربه صخريه او غيره ممكن تتجاوز ال 10 كيلو. فناخد بالنا ان اهم جزء في الريستيفتي او اهم عنصر بيأثر في الريستيفتي بتاعتي اللي هو بالنسبه لي اللي نوع السويل. طيب انا ببحث عن ايه زي ما اتفقنا مع بعضينا من اول الكورس؟ انا بنبحث عن ايه؟ بنبحث عن الريزيستنس قليله، فبالتالي انا بدور على الريستيفتي القليله. طب الريستيفتي القليله فين هنا؟ زي ما شايفين ناحيه الكلي وهكذا ناحيه اللي هي التربه الجرافلز او غيره. لكن كل ما بروح ناحيه التربه الصخريه يبتدي الريستيفتي تعلى. ده معناها لو انت تعمل ديزاين جراوند سيستم وعندك حته فيها كلي وحته فيها ساند وحته ثانيه فيها صخر، وبالتالي اشوف الكلي. طب لو الكلي ده مش متاح في الحاله دي هبتدي اعمل ايه؟ هبص على الساند. طب لو الساند مش متاح هضطر ان انا اعمل في التربه الصخريه، وده هيبقى الورست كونديشن بالنسبه لي. طبعا لو جينا نرجع تاني يبقى انا اول حاجه بتاثر في قيمه السويل ريستيفتي اللي هي نوع السويل التايب اوف سويل. في ايه تاني ممكن ياثر معايا؟ لو جينا بصينا اهو اللي هي الميوتشر كونتنت اللي هي المحتوى او الرطوبه. فعلا من الحاجات المهمه جدا في التربه بتاعتي اللي بتاثر على قيمه الريستيفتي الرطوبه اللي فيها قد ايه. ممكن تكون سويل كويسه انت استاه وتلاقي بعد كده ان الريستيفتي دي زادت. ليه؟ لان الرطوبه ممكن تكون اتشالت من السويل دي. فناخد بالنا عشان كده برضو ما تيجي تعمل جراوند سيستم انصحك برضو تعمل ايه؟ تخلي فيه قياس في الشتاء وقياس في الصيف عشان تعرف تقيس في حاله ان هي رطوبه كبيره وحاله الرطوبه قليله. موضوع الرطوبه ده موضوع من الموضوعات المهمه جدا، بيأثر تأثر كبير بالذات في لما يكون في الكميات القليله. لو جينا بصينا نبص على الكيرف ده ونرجع تاني. بص كده ادي احنا ده السويل سيفتي اهو، وانا عدي الرطوبه زي ما انت شايف هي بتقل بقيمه كبيره جدا. الرطوبه لما تتغير زي ما شايفين كده من 0 لحد 30%، كل ما تزيد الرطوبه كل ما يحصل في السيفتي نجرال ايه؟ تقل. فانا بالتالي مصلحتي ان اكون تربه فيها ميه افضل من تربه ما فيهاش ميه. بس خلي بالنا التاشير ده كله لحد 30%، بعد كده بعد ما زودنا على 30% يحصل ساتوريشن، فالتاثير كله زي ما شايفين كده في القيم الصغيره للرطوبه. لو جينا برضو بنقول هنا خلي بالك ان الرطوبه لوحدها الموتشر الون از نوت بري دوميننت فاكتور، مش هي القيمه المؤثره
الوحيد. امال ايه اللي بيأثر في الرطوبه؟ انا يهمني اللي هي الاملاح اللي موجوده جوه الرطوبه دي. يعني لو انا عندي اف ذا ووتر از ريلاتيفلي بيور، لو انا عندي الميه دي ميه ماء مقطر، هتلاقي ان انت عندك الرطوبه مش اثر خالص ولا اثر معاك في السويل سيفتي. فهي الرطوبه بحد ذاتها مش هي اللي بتقلل الريزيستنس، امال ايه اللي بيقلل؟ الاملاح اللي جوه الرطوبه. طيب من يبقى اذا كده هنوصل لنقطه ان انا عندي اهم نقطه اللي هي بتاثر معايا اللي هي الاملاح الزائبه جوه الايه؟ جوه اللي هي الرطوبه نفسها او جوه الميه. الاملاح دي سواء هي اسيدز او القلاي، سواء هي حمضيه او قاعديه، التاثير بتاعها بيبقى تاثير كبير وبتختلف فعلا من ايه؟ من ملح الملح. ففي عندي طبعا حاجات موست كومن زي الصوديوم كلورايد اللي هو كلور الصوديوم، وفي الكبر سلفات، وفي المغنيسيوم سلفات. لو جينا نبص على التأثير بتاعه، نبص كده اهو، هتلاقي انت عندك اهو زي ما شايفين كل ما بزود اللي هي نسبه الاملاح في السوليوشن بتاعي ايه اللي بيحصل؟ بتقل الريزستيفتي بطريقه رهيبه جدا. في طبعا كبر صفات ده اعلاهم، لكن في حاجات زي الصوديوم هيدرات والصوديوم والسلفاريك اسيد ده بيقلل الريزستيفتي بطريقه رهيبه جدا. بس تاخد بالك مش كل حاجه زي ما شايفين كده هيقلل صحيح بالاملاح، لكن ممكن تعمل مشكله مع الجراوند سيستم نفسه، ممكن يحصل لك كروجن او يحصل تاكل للنظام الارضي. ناخد بالنا وانت بتبتدي تستخدم الاملاح دي استخدمها بحرص. الحاجه برضو المهمه الثانيه غير الكروجن، ان الاملاح اللي انت حطيتها في السويل دي ممكن بعد شويه يحصل لها نضوب، تبتدي تختفي. ليه؟ زي ما شايفين اي ملح حطيته في مكان يبتدي ينتشر جوه السويل ويبعد عن الجراوند سيستم بتاعك. فناخد بالنا ان انت لو انت معتمد على ان انت حاطط ميه بملح او ميه بغيره او صودينج ماتيريال، لازم تبقى في صيانه دوريه، بتحط تزود اللي هو نظام الارض بتاعي، عشان ما يجيش بعد فتره ما تلاقيش الاملاح خلصت والميه خلصت وتلاقي ان تفاجئ ان الريزيستنس بتاع الجراوند سيستم عاليه جدا. يبقى انا كده عرفت ان المؤثر مش الرطوبه بس، لا المؤثر اللي هو المحتوى بتاع الرطوبه دي بالذات من الاملاح. في برضه من الحاجات اللي هي بتاثر عندي التمبريتشر، درجه الحراره، ودي درجه الحراره بالذات يعني يمكن في مصر هنا مش بتاثر قوي. تعال نبص كده للكيرف ده، ادي تاثير الريزستيفتي زي ما شايفين كده مع درجه الحراره. لو انا ده عندي هنا زيرو سيريز زي ما شايفين اهو، قبل زيرو بتبقى الريزستيفتي عالي جدا خلاص، لكن بعد الزيرو بتبقى زي تقريبا في تغير اهو لحد تقريبا 30، من اول 30 لحد زي ما 50 ديجري زي ما انت شايف هنا بيبقى التاثير بتاعه قليل. احنا رينج معظم مصر هنا من الرينج اللي هو ده، فبالتالي بيبقى التاثير قليل. لكن في بعض الاحيان لو انت شغال في بعض الاماكن في سينا زي سانتا كاترين او غيره، خد بالنا ان انت لو حصل فريزنج يعني وصلنا نقطه تجمد، الريزيستنس بتزيد جدا وممكن تعمل مشاكل معاك. يبقى انا اللي بيأثر معايا في السويل سيفتي نراجع مع بعض كده. يبقى اول حاجه طيب السويل، نوع السويل، بعد كده الموتشر الرطوبه، بعد كده التمبريتشر. في تاني ممكن يأثر معايا برضو من الحاجات اللي هي ممكن تأثر معايا، في اللي هو كومباكتنس او الجرانيولاريتي بتاع الحبيبات بتاع السويل بتاعتي. يعني ايه؟ حجم الحبيبات بتاعتي، كل ما يكون الحبيبات بتاعتي ناعمه بتبقى الريزيستنس بتاعتها قليله او الريسيرش بتاعتها قليله، لكن كل ما يكون الحبيبات بتاعتها كبيره زي مثلا الزلط، في الحاله دي بتبقى فيه سبيسز بتوين اللي هي الحبيبات دي، وبالتالي بتبقى عندي بتديك ريزيستنس عالي. فناخد بالنا برضو لو عندك تو تايب اوف سويل، واحده الفاين عندي ناعمه جدا، واحده ثانيه الحبيبات بتاعتها كبيره، لا اشتغل في التربه اللي فيها حبيبات قليله. يبقى انا عندي من ملخص الكلام اللي بنقوله هنا زي ما اتفقنا كده، في حاجات كتير قوي بتاثر في السويل. طيب السويل ايه تاني؟ خلاص طيب السويل خلاص عرفناه، وفي الغالب طيب السويل ده ما تقدرش تغيره، لان ده انت محكوم بطبيعه المكان اللي انت شغال فيه. تمام؟ الحاجه اللي بعد كده قلنا ايه؟ قلنا الرطوبه، وقلنا الاملاح، وقلنا بعد كده الايه؟ اللي هي التمبريتشر، وقلنا في مصر هي مش مؤثره قوي، وبرده الجرين سايز، ودي معتمده على طيب السويل وبالتالي برده التاثير بتاعها قليل. يبقى اهم تو فاكتورز مؤثرين عندك اللي هو الرطوبه والاملاح اللي موجوده فيها. فده اللي احنا بنبتدي نشتغل عليهم ونبتدي نشوف تيست في مشكله، نبتدي نبص على النقطتين دول. عشان كده لما تيجي تعمل نظام ارضي، لو انت طلب منك تعمل نظام ارضي مثلا في مصنع او غيره او عندك في البيت او كذا، اختار مكان ايه؟ ايه افضل مكان؟ برافو، تمام. يبقى افضل مكان فعلا زي ما حد قال كده،
اهو افضل مكان بالنسبه لي اللي هو الجنينه بتاع المصنع. لو كانت حته فيها جنينه فيها نجيل او فيها شجر او فيها غيره اعمل فيها نظام الارض بتاعي. ليه بقى؟ لان كل شويه كده الجنينه دي هيبتدي ان هم يحصل فيها ري او يحصل فيها ان يحطوا فيها ميه، فبالتالي اضمن ان الرطوبه موجوده ونسبه الاملاح موجوده على طول، وبالتالي الريزيستنس بتاعتي هتبقى قليله. يبقى انا افضل حاجه. طبعا في بعض برضو الناس ان هي بتعمل طالما الملح ده مؤثر جدا تعمل كيميكال تريتمنت، بس ناخد بالنا برضو زي ما اتفقنا من الكوروجن بتاع اللي ممكن يحصل في الجراوند سيستم. طيب خلاص كده عرفنا يعني ايه الحاجات اللي بتاثر في الجراوند سيستم. الحاجه المهمه بعد كده الالكترود بقى، هعمل جراوند سيستم ازاي؟ دي نقطه من النقاط المهمه جدا. ازاي هعمل جراوند سيستم؟ عشان اعمل جراوند سيستم اكيد في الكترود او في موصل هبتدي ان انا ادوقه في الجراوند او ادخله جوه الجراوند عشان يبتدي يعمل ديسيبيشن للكرنت بتاع الفولت ده جوه الايه؟ جوه السويل بتاعتي. طيب ايه انواعه؟ فزي ما شايفين كده قبل ما نتكلم عن انواعه هنقول بس ايه الريكويرمنت بتاعته. انت عايز من الجراوند الكترود ده يعمل ايه؟ الجراوند الكترود ماست بنتريت انتو ذا مويتشر ليفل بلو ذا جراوند ليفل. لازم الجراوند الكترود ده يوصل لمنطقه فيها رطوبه بتاعتها كبيره زي ما اتفقنا عشان ايه؟ عشان الريزستنس تكون قليله. الحاجه الثانيه لازم يبقى في الغالب ده بيبقى ميتال او كومبينيشن اوف ميتالز عشان ما يحصلوش، واهم حاجه ان هو ما يحصلوش زي ما شايفين كده which don't create excessive، ما يحصلوش كولوجن مع التايم، بالذات ان التايم بتاع الجراوند سيستم انا مش هعمل جراوند سيستم كل يوم، ممكن بتبقى اللايف تايم بتاعه يزيد عن 20 years. بعرف اللي غالبا المواصفات بتبتدي ان انا حاجه ما حصلهاش كولوجن بتكون ريزيستنس ساعتها قليله، بتكون بيبقى النحاس طبعا هو بيتربع على عرش القمه بتاع الجراوند سيستم، فبالتالي معظم هنلاقي معظم الحاجات بتاعتنا معموله من نحاس او من مشتقات. في بعض الحاجات برضه في ناس بتستخدم حاجه غير النحاس، يمكن النحاس يكون اغلى شويه، الناس بتستخدم الهوج والفنايز ستيل او اللي هو ستانلس ستيل طبعا عشان الكولوجن، ما بنستخدمش اللي هو الحديد العادي. طبعا لو جينا نتكلم عن النقطه دي نقطه مهمه جدا، ممنوع ان احنا نستخدم الالومنيوم في حاله اللي هي جراوند سيستم. طب ليه الالومنيوم؟ مع انه موصل وفي ناس بتستخدمه في الكابلات العاديه، لكن في الجراوند سيستم ما اقدرش اعوضهم في الجراوند. ليه بقى؟ لان للاسف الالومنيوم بيحصل عليه طبقه صدى، وطبقه الصدى دي بتبقى عازله، فبالتالي لو انت حطيتهم جراوند سيستم هيتعزل عن اللي هي التربه بتاعتي، وبالتالي هيدي ريزيستنس عاليه جدا ومش هيبقى مؤثر ولا مهم في الحاله دي. يبقى انا كماتيريال اختار ايه؟ زي ما اتفقنا كده افضلهم الكبر، وفي الهوب جالفانيز ستيل، وفي زي ما اتفقنا الايه؟ الممكن ستانلس ستيل، وما بستخدمش الالومنيوم مطلقا. طب شكل الجراوند الكترود، خلاص الماتيريال خلاص عرفناها، الشكل بتاعه، الشكل بتاعه ممكن يكون رود، ممكن يكون بليتس، ممكن يكون ستريب وهكذا، او الماتس يعني. طب الاشكال دي عامله ازاي؟ لو جينا بصينا اهو، تعالى بص كده، ادي الالكترود اهو، بص كده الالكترود عامل ازاي؟ زي ما انت شايف بيبقى ليه طول معين، ليه دايمتر معين، سلندريكال زي ما انت شايف، ويبتدي ليه سن اهو، وفيه زي ما شايفين كده الجزء ده فيه الوز اهو. طب الالوز ده مهم ليه؟ انا المفروض ان انا الرود ده ابتدي ادخله في الجراوند. طب انا ادخله في الجراوند ازاي؟ سي مثلا الرود ده الطول بتاعه مثلا لو انا هنا بتكلم في متر ونص ولا حاجه، انا عايز اوصل مثلا لحاجه اكتر من كده، فاعمل ايه؟ اروح دايق الرود ده كله، بعد ما بدوق الرود ده باجي عند الحته دي وبحط، شايفين الجزء ده كده، الجزء اللي هنا ده بيسموه جلب اهو او قبلر اللي هو اللي فوق برده ده، باجي بحط القبلر ده واروح حاطط فيه واحد تاني وابتدي ادقه تاني بحيث اوصل للعمق اللي انا عايزه، يبقى ده الرود. اتفقنا كده؟ يبقى ده الرود. الجزء اللي هو اللي في النص ده بيسموه قبلر عشان متخرج تبقى عارف اسمه، وفي الصناعيه بيقولوا عليه جلبه. في بعد كده زي ما شايفين كده ده المسمار انت شايف فوق ده، ده عشان بس ندق بيه، نبتدي ندق عليه بحيث ان احنا نوصي الرود نفسه من فوق. طيب كان في اشكال ثانيه، احنا قلنا مش رود بس، في عندنا شكل ثاني اسمه بليد، شايفين الشكل ده؟ بليد اهو، البليد زي ما شايف ليه كونكشن مع الارسنج بتاعي اللي هو برضه ده. طب ده بيتوصل ازاي؟ شايفين كده ممكن تبتدي تحفر الارض وتحط بليد وتوصل بكوندكتور على السيستم اللي انت ايه؟ عايز تعمل له جراوندنج، وبالتالي طبعا برجم على البليد ده. طب ايه تاني؟ في حاجه اسمها ايرثنج مات زي ما انت شايف كده اهي، اللي هي الشكل اللي انت شايفه ده، يبقى السجاد زي ما انت شايف اهو، بيبقى كوندكتورز كده ستريبس كده بالطول وبالعرض، وبعمل جراوندنج مات دي بحيث ان برضه بحفر واحطها وابتدي ارجم عليها وبوصل اكيد منها السيستم اللي انت عايز تعمل له جراوند. يبقى انا كاشكال الارث الالكترود في اشكال كتير قوي، زي ما انت شايف كده عندي رول، عندي فيه بليد، عندي فيه ستريبس اي واحده من دول، وعندي جراوند مات
زي ما احنا شايفين كده. طب نرجع كده، يبقى ده شكل الايه؟ شكل الالكتروز. وكل دول على فكره بيستخدموا في الحاله العمليه. ماشي؟ طيب الماتيريال بتاع زي ما اتفقنا مع بعضينا تبقى غالبا النحاس، بس احنا ما بنستخدمش النحاس نقي، لان لو نحاس صافي في معظم الروتس دي ساعات بنعمل ايه؟ بنبتدي ان انا استخدم اللي هو الكبر او الكبر كليد ستيل، ان انا احط ستيل في النص. ماشي؟ دي هنشوف الصوره بعد شويه، بحيث ان انت تدي الميكانيكال سنس عالي عشان تقدر تدق الرود ده من غير ما يتني معاك او يحصل له مشكله. مشكله ان الكبر ده فيه مرونه كبيره فليكسبل، لو انت جيت تدقه في الارض بيحصل ايه؟ بيتني. فلو انت هتدخل التربه بالذات اللي هي تربه قاسيه او رمليه او طفله او غيره، بضطر ان انا عشان تدق فيها بستخدم اللي هو كبر كليد ستيل، وهنبص اوريكم صورته دلوقتي. فهو الموست كومن بيبقى اللي هو كبر كليد ستيل، ان انا بدقه في الجراوند. بص على الصوره بتاعته كده، الكبر كليد ستيل اهو، طبعا بيبقى ستيل وبيبقى عليه طبقه نحاس من بره، بيبقى الكور بتاعه كله بيبقى ستيل. عايزين بس نتفرج على الصوره بعدين ممكن نرجع للحته دي اهو. تعال بص كده، ده الرود زي ما اتفقنا اهو، ده الرود بيبقى ده من بره اهو نحاس، ومن جوه لو جينا بص الصوره دي شايفين من جوه الكور بتاعه ايه. لو انت جيت الرود الشكل النحاس من بره ده هو مش نحاس، لو انت جيت شلت الطبقه الخارجيه هتلاقي طبقه ده هو عباره عن ستيل وعليه طبقه كبر. بس الكبر هنا ده المفروض ما يقلش عن 250 ميكرومتر، يبقى ناخد بالنا اهو. يبقى انت ليه؟ لان لو اقل من كده الستيل نفسه ده يحصل له كوروجن ويعمل مشكله، يبقى لازم اخد بالي سمك الطبقه دي ما يقلش عن 250 ميكرومتر. طيب في بعض اللي هي الكومبوننت الثانيه اللي احنا ممكن برضو بتشوفها في الحاله العمليه بالمره نبص عليها. شايفين اللي هو ده بيسموه كده الجزء ده كده بيسموه كلام، بيربط بين الكابل بتاعي بين الكوندكتور بتاعي وبين الرود بتاعي. زي ما شايفين الكلمبات دي اشكال متنوعه، ممكن تربط زي ما شايفين ستريب اهو، ده بيسموه شريط خلاص، ممكن تربط سواء من فوق او من تحت. في انواع ثانيه زي ما شايفين اشكال كثيره قوي ممكن تناسب التطبيق بتاعك. كل ناخد بالنا الكلام ده ايه عشان ان شاء الله ما تخلط تبقى انت عارف ايه الافيلابل كلامس الموجوده في السوق. برضه في بعض الحاجات اهو، ده اللي هو الستريبس الموجوده، الكوندكتور اللي انت هتستخدمه عشان توصل من الرود لحد السيستم بتاعك، ممكن يكون زي ما شايف كده اهو. شايفين ده بيسموه ستريب او شريط. الشريط ده غالبا ابعاده بتبقى الجزء ده كده 25 مللي، والسيكنس ده بيبقى 3 مللي، بيبقى 25 في 3. ممكن يكون كمان عليه طبقه مقصدر اهو، عليه طبقه تند اهو، تند عليه قصدير عشان ما يحصلوش كروجن ولا حاجه. وساعات بنحط عليه حاجه بسيطه لو احنا في الجزء الخارجي طبعا مش اللي في داخل الارض، داخل الارض بيبقى كله بيبقى عريان زي ما احنا شايفين كده. في اشكال ثانيه ممكن نستخدم الكابل العادي اهو، تمام. الشكل اي ارث برضو عشان ناكد على النقطه دي، الارث عموما اصلاحا في العالم كده بتبقى العزل اللي عليه لو انت بتتكلم بيبقى اللي هو جرين يلو اللي هو الاصفر فاخضر اللي احنا شايفينه ده. هناخد بالنا ما حدش يستخدم الجرين يلو ده في اي حاجه لايف، اي حاجه فيها كلام مش في الفيز ولا غيره. الجرين اللون اللي انتم شايفينه ده اللي هو اليلو جرين ده اللي هو الاصفر فاخضر ده بيستخدم الارثنج سيستم. خلاص كل دي اشكال كوندكتورز ممكن تستخدم في الارثنج سيستم بتاعي. برضه في بعض بعد ما انا عملت خلاص الارثنج سيستم حطيت الرود بتاعي هوصل ازاي؟ ففي بيبقى عندي فيه غرف كده، الغرف دي ليها اشكال متنوعه، غرفه دي زي ما انتم شايفين ساعات بتبقى خرسانه وساعات بتبقى ممكن تكون خرسانيه، ممكن تكون بلاستيك زي ما شايفين كده. وابتدي الرود بتاعي موجود واوصل بينه وبين الكوندكتورز اللي انا عايز اخدها من الرود ده. الجزء ده اللي هي الشكل ده، ده شكل مهم جدا بيسموه في السوق بار التوزيع او تيست لينك بار التوزيع. اوصل عليها سي مثلا ادي رود الكابل جاي من الرود اهو هيتوصل هنا، وباقي الحاجات دي بيبقى خارج اوصل للاكويبمنت بتاعتي. من اشكال زي الشكل ده، في اشكال ثانيه ممكن برضه الشكل ده. يبقى انا لحد النقطه دي عرفت ايه؟ يبقى انا عرفت اول حاجه يعني ايه من الاول خالص كده من اول المحاضره عشان ما ننساش. يبقى انا عرفت ايه؟ يبقى انا عرفت جراوند سيستم يعني ايه؟ عرفت ايه تاني؟ عرفت انواع الجراوند سيستم، عرفت بعمله ليه؟ تمام؟ بعد كده هبتدي دخلنا في الكومبوننت بتاع الجراوند سيستم، وقلت ان انا ممكن استخدم روس زي ما انتم شفتوا كده، او ان انا استخدم بليت، او انا استخدم جاز. النقطه المهمه بقى ازاي زي ما اتفقنا كده، النقطه المهمه جدا في الموضوع وهي بتاثر على السيفتي اللي هي الريسيستنس. طب الجراوند ريزيستنس دي هقيسها ازاي او اعرفها ازاي او انا احسبها ازاي؟
فهنا في اول الجزء ده هنبتدي نحسب الجراوند ريزيستنس بتاع الالكترود المختلف. لو جينا قبل ما نحسبها نعرفها الاول، الجراوند ريزيستنس، الجراوند ريزيستنس في ناس بتسميها ايرث ريزيستنس، هي ايه؟ هي ريزيستنس اللي هيقابلها الكرنت من اول ما يخرج من او من اول المفروض من الايكويبمنت بتاعي لحد ما يوصل باطن الارض. طب هو لحد ما يوصل باطن الارض هيعدي على ايه؟ اكيد هيعدي على الرود نفسه او يعدي على اللي هو الالكترود نفسه، وبعدين على السطح الفاصل بين الالكترود وبين السويل، وبعدين يبتدي يمشي في باطن الارض. يبقى الريزيستنس بتاعتي مكونه من كام جزء؟ مكونه من ثلاث اجزاء. اول جزء اللي هو الريزيستنس بتاع الالكترود نفسه، وغالبا ده بتبقى نحاس فاحنا بنهملها، وبعدين الريزيستنس بتاع السطح الفاصل بين الالكترود وبين السويل، ودي لو انت عامل دنك التربه كويس برضه بنبتدي ان احنا نعملها. اخر حاجه اللي هي الريزيستنس بتاع السويل نفسها. لو جينا بصينا اهو شايفين الرسمه دي، يبقى انا الكرنت بتاعي الخارج من الايكويبمنت من اول حاجه الريزيستنس بتاع الالكترود نفسه اللي هي الجزء ده، وبعدين في ريزيستنس هنا مش راسمها اللي هي بتاع السطح الفاصل، وبعدين ريزيستنس من اول سطح الالكترود لحد باطن الارض. انا هنا راسم الالكترود اللي هو اللي قدامنا ده ريديوس ار، ومفترض انه ايه؟ نحاس. يبقى انا الريزيستنس بتاعتي بتاع الايرثنج الكترود عباره عن المفروض ثلاث حاجات دول. طب مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير؟ اتفقنا ده نحاس، فالنحاس لو قيمه صغيره قوي فممكن نهملها، برضه بتاع السطح الفاصل لو انت دمج التربه كويس بنهملها. يبقى انا الجزء المؤثر بالنسبه لي اللي هو الكرم او الريزيستنس اللي هي من اول الكترود لحد ما توصل باطن ار. فعشان كده في كل شغلنا اللي بعد كده هنهمل الجزئين دول، هنهمل المقاومه بتاع الالكترود وهنعمل مقاومه السطح الفاصل، وهنتكلم على الالكترود او الريزيستنس اللي هي من اول ما يخرج التيار من الالكترود لحد باطن الارض. تمام؟ يبقى احنا كده نرجع تاني، يبقى انا عندي ثلاث اجزاء دول وهنهمل اول جزئين وناخد الجزء الاخير بس. يبقى المين بارت اوف الكترود ريزيستنس اللي هو اللي هي الريزيستنس بتاع الالكترود من اول ما يخرج من الجراوند لحد ما يوصل لايه؟ من اول ما يخرج من الالكترود لحد ما يوصل باطن الارض. ودي بعد كده اللي احنا هنشتغل بيها باقي الكورس كله. طيب هنحسبها بقى ازاي؟ لو جينا بصينا اول حاجه اشكال الالكترود اللي احنا اتفقنا فيه رود. في الحسابات للاسف ان الرود في الالكترود في لما باجي اعمله في الحسابات بيبقى الشغل بتاعه كبير ومعقد، فاحنا بنعمل الالكترود في الحسابات اللي هو هيمسفير الكترود. ايه الهيمسفير الكترود ده؟ ده عباره عن الكترود على شكل نصف كوره. فانا فرض ان انا عندي كوره اهي سفير ليها ريديوس ار وخدت نصها بس خلاص، وهو اللي حاططها دي داخل الجراوند. السطح اللي انا عامله ده سطح الارض خلاص، وانا جبت نص كوره كده ورحت حاططها على الايه؟ ورحت حاططها داخل الارض وردمت عليها. ولو في تيار زي ما شايفين اهو جاي من الايكويبمنت هيبتدي يمشي من السفير ده ويبتدي يحصل ريسيبيشن بجميع الجهات كده لحد ما يوصل باطن الارض. انا عايز احسب الريزيستنس بتاع الهيمسفير الكترول ده بكام؟ طب احسبها ازاي؟ تعال نبص ايه واحده واحده كده الحاجات اللي اتعلمناها زمان. عشان احسب الريزيستنس بتاعي اهو زي ما شايفين كده كالكوليشن اوف ريزيستنس بتاع الهيمسفير الكترول. اعمل ايه؟ اول حاجه هاخد التيار زي ما شايفين كده ماشي خارج من هنا كده ماشي كده على طول لحد باطن الارض. فاحنا هنعمل ايه؟ هاخد شريحه صغيره قوي زي مثلا الطول بتاعها دي اكس، واقول والله الشريحه دي تبعد عن من السنتر هنا الريدز بتاعها اكس خلاص، وابتدي احسب الريزيستنس بتاع الشريحه دي. طب الريزيستنس علمونا زمان الريزيستنس بتساوي ايه؟ طول عمرنا عارفين ان هي الريزيستنس بتساوي الوف الا على ايه؟ الريزيستيفيتي في الطول على الاريا. تعال نبص العنصر الصغير ده الطول بتاعه كام؟ برافو. التيار ماشي من فين؟ التيار ماشي زي ما شايفين كده ماشي من جوه، بص كده التيار ماشي من جوه من هنا ومكمل لبره كده. يبقى الطول اللي ماشي في التيار اللي هو اتجاه صانع التيار فين؟ اللي هو دي اكس. يبقى الطول بتاعي هنا دي اكس. طيب في اول حاجه ريزيستيفيتي، طب انهي ريزيستيفيتي هنا؟ اخد ريزيستيفيتي بتاع الالكترود ولا ريزيستيفيتي بتاع السويل؟ هنقول بقى ما احنا اتفقنا مع بعض الالكترود خلاص الريزيستنس بتاعته احنا هنعملها، فانا بتكلم على السويل، فالرول هنا دي هي الريزيستيفيتي بتاع السويل. يفضل اي حاجه لاخر حاجه اللي هي الاريا. طب الاريا دي اللي هي ايه؟ الاريا اللي هيقابلها التيار دي كروس سكشن اريا، زي ما شايفين التيار ماشي من هنا وماشي من هنا وماشي من هنا وماشي من هنا وماشي وهكذا. الاريا دي عباره عن ايه؟ لا مش دايره، سامع حد بيقول دايره؟ لا مش دايره، خلي بالك دي على شكل هيمسفير نص كوره، فدي الاريا بتاع نص كوره. طب الاريا بتاع الكوره بيساوي ايه؟ عارفين الاريا بتاع الكوره بيساوي 4 باي ار سكوير، ممتاز. طب انا عايز نصها يبقى ايه؟ 2 باي اكس سكوير. طب ليه اكس؟ عشان الريديوس بتاع الشريحه دي اهو انا واخد الريديوس هنا بكام؟ باكس، فعشان كده الاريا بتاعتي بقت 2 باي اكس سكوير. طيب
انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اجيب كده، جبت الريزيستنس بتاع اللي هو الاليمنت الصغير ده، انا مش عايز بتاع الاليمنت ده، انا عايز كله من اول الار هنا، من اول الريديوس ار ده لحد ما لا نهايه. اعمل ايه؟ براوي كريشن للريزيستنس دي. فلو جينا كملنا الار اهو، هكمل من ار اللي هو الريديوس بتاع الهيمسفير لحد ما لا نهايه، هكمل الدي ار اللي هي روف دي اكس على 2 باي اكس سكوير. طبعا تكامل بسيط جدا، هو تخرج بره 2 باي هتخرج بره، هيفضل تكامل واحد على اكس سكوير. تكامل واحد على اكس سكوير بكام؟ برافو، ناقص واحد على اكس. فلما اجي اعوض هنا الناقص هيخليني اعوض بالجزء ده الاول، هيبقى واحد على ار، طبعا واحد عمال نهايه زيرو، فهتديك ان الريزيستنس بيساوي رو على 2 باي ار. يبقى اذا الريزيستنس بتاع الهيمسفير الالكترود رو على 2 باي ار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الريزيستنس اللي هيقابلها التيار من اول ما يخرج من الالكترود اهو لحد ما يوصل بطل الارض قيمتها كام؟ رو على 2 باي ار. طب ايه اللي بيأثر فيها؟ زي ما شايفين كده اللي بيأثر فيها طبعا الريسيفتي بكام؟ وريدس بتاع الالكترود. كل ما يزيد الريدس بتاع الالكترود معناها ايه؟ معناها المقاومه بتاعتي هتقل، وكل ما تقل الريسيفتي معناها المقاومه بتاعتي هتقل. تمام كده؟ يبقى احنا قدرنا في البساطه كده قدرنا نعمل ريفيجن للريزيستنس بتاع اللي هو الهيمسفير الالكترود بكام. طيب احنا اتفقنا ان الدنيا مش كلها هيمسفير، الدنيا كلها اصلا رب. فرد برضه اتفقنا ان احنا في الهيمسفير التيار كان ماشي ازاي؟ التيار ماشي ليرز. هنا برضه لو انا عندي رد اهو، رد قدامي اهو، هيبتدي الكرنت يمشي من جميع الجهات، يمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا. فانا عندي برضه ليرز، ممكن اخد لير دي اكس واخد عنصر ريزيستنس دي ار، ابتدي اكامل واجيب الريزيستنس بتاعتها بكام. ممكن لو انت عايز ترايل فيها كده تحاول تعملها، لكن بعد ما احنا حسبناها اهو لقينا ان الار بتاع اللي هو الرد الكترون بيساوي رو على 2 باي ال لين 8 ال على دي ماينس 1، دي اللي جت بالتكامل. طب تعالى نمشي واحده واحده كده. الرو اللي هي ايه؟ الرو اتفقنا اللي هي الريسيفتي بتاع السويل. طب ال 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 هنا في الحاله دي طول الالكترون. تمام؟ طب الدي اللي هو ايه؟ الدي اللي هو الدايمتر بتاع الالكترود نفسه. يبقى دي اللي هو الدايمتر بتاع الالكترود، وطلع من الار زي ما شايفين اهو الريزيستنس بتاع الالكترود ده رو على 2 باي ال لين 8 ال على دي ماينس 1. يبقى انا معايا رو اهو وال ال بكذا ودي وهكذا. طبعا عشان بس تتدرب نديك بعض الامثله اهو. لو انت عندك 20 ملم رود، اكيد 20 ملم اكيد ده الدايمتر، وفي 3 متر لينز معاك ال ال ومعايا الايه؟ معايا اللي هي الدايمتر بتاعي، وبيقول لك هنا سويل سيفتي 50، اقدر اعوض في القانون كده لو انت عوضت هيطلع 16.1 وهكذا. لو انت خدت الدايمتر اكبر شويه والطول مختلف تلاقي ممكن تلاقي الريزيستنس مختلفه. ده بس ترايز عشان تقدر ايه؟ تعوض في القانون، تاكد ان انت بس شغال صح. طيب لو جينا بصينا اهو، بنقول ايرث ريزيستنس شيرز سراوند فيرتيكال ايرث الكترود زي ما اتفقنا اهو. بص الشكل اللي احنا قايلينه من شويه اهو، الكرنت ماشي اهو في جميع الجهات، ماشي من تحت وماشي من الجناب وماشي من كل حته، وخدت الايه؟ ده اللي هي طريقه الاثبات بتاع الايرث رود. طيب زي ما اتفقنا احنا في الحاله العمليه بنشتغل هيمس في الالكترود، لا احنا مش شغالش هيمس في الالكترود، امال احنا اضطرينا نشتغل ليه؟ لا سهل في الحسابات، لكن في الحاله العمليه عندي رد. يعني في عندنا دلوقتي يعني معضله ان انت في الحاله العمليه شغال رد، لكن في الحسابات عايز تشتغل هيمس في. طب ايه الحل؟ نعمل ايه؟ فقالوا خلاص ماشي، اشتغل في الحاله العمليه زي ما انت عايز برد، لكن في الحسابات هات الايكوفلنت الهيمس في بتاع الالكترود ده. طب اجيب ايكوفلنت يعني ايه؟ انا عايز مكافئ. طب انت مكافئ، احنا اهم حاجه في الجراوند سيستم تبعنا ايه؟ هي ريزيستنس. يبقى انا هجيب الريزيستنس بتاع الالكترود اهو اللي هو رو على 2 باي ال لين ات ال على دي ماينس 1، وهجيب الريزيستنس بتاعت الهيمسفير المكافئ اللي ليها ريديوس ار ايكوفلنت يديني نفس المقاومه دي. الار هنا بكام؟ رو على 2 باي ار. طب انت عايز الاثنين ليهم نفس المقاومه، سوي المعادلتين دول مع بعض كده ايه اللي يحصل؟ هتلاقي رو طارت مع رو، ايه تاني؟ 2 باي طارت مع 2 باي. هقدر اجيب هنا الار ايكوفلنت بسهوله، فالار ايكوفلنت هنا تطلع ال على لين 8 ال على دي ماينس 1. ايه الار ايكوفلنت ده؟ هي الريديوس بتاع الهيمسفير اللي يديك نفس الريزيستنس بتاع الرد. في كل الحسابات هبتدي اعمل كده، هشيل الرد اللي هو شكله غريب او معادلته غريبه ده، واستخدم اللي هو الريديوس بتاع او الار ايكوفلنت، هجيب له ار ايكوفلنت بتاع الهيمسفير اللي هي ال على لين ات ال على دي ماينس 1. ناخد بالنا الار ايكوفلنت دي عباره عن ايه؟ مش ريزيستنس، دي عباره عن ايه؟ ريديوس. فبالتالي اكيد الوحده بتاعتها مترز، مفيش حد في الامتحان حاططها كاتبها مطلعها بالاوم ولا غيره، ده معناه ان هو مش مركز معايا. طيب الوقت اللي حصل ايه؟ عندي ادي الالكترود اهو، سي مثلا ايه؟ ار، وبعدين في تيار يا باشمهندسين اهو
خلاص التيار ده جاي من الاكويبمنت، جاي من ترانسفورمر، جاي من تاور، جاي من كذا، حالة الفول هيبتدي التيار ده راح ماشي بالالكترود، وبعدين التيار ده يمكن يمشي لحد باطن الارض. اما التيار يمشي لباطن الارض كده، مش اتفقنا ان السوي دي ريزيستنس؟ تمام. يبقى اذا ريزيستنس مش فيها تيار، يحصل ايه؟ هيحصل فرق جهد، هيحصل بوتنشال على السوي دي. طب اجيب البوتنشال ده ازاي؟ بوتنشال ببساطه الفي بتساوي ايه؟ الاي في الار، الار بتاعتنا 2 باي ار، وانت خدت عند مسافه اكس هتطلع 2 باي اكس. فالفي عندي هنا من اول سطح الالكترون، الفي من اول هنا كده اهو لحد باطن الارض، هذا الدنيا بالعلاقه الفي بيساوي رو في اي على 2 باي اكس. يبقى الاكس دي المسافه من اول طبعا بتتقاس من السنتر هنا، لكن هي بتبدا معاك من اول الخروج من الالكترون لحد باطن الارض. خلاص يبقى الفي بيساوي رو في اي على 2 باي اكس. معناها ايه؟ لو انت والله عايز لما في تيار مشي مثلا سي مثلا 1 كيلو امبير جوه الهيمسفير ده، عايز اعرف قيمه الجهد بتاعي بتاع السويل على بعد من الالكترون مثلا 5 متر، هعمل ايه؟ هاخد الاكس ب 5 خلاص ومعايا التيار، واقدر اعوض في القانون ده، يبقى رو في اي على 2 باي اكس. لازم اكون عارف الريسيفت بتاع السويل بكام. زي ما انت شايف كده، كل ما تبعد عن الالكترون الجهد بيقل ايه؟ وطبعا بيقل، طبيعي ان انت تبعد لحد ما تبعد قوي هتلاقي جهد تقريبا الالكترون ده ملوش تاثير. فاول الجهد بتاعي بيبقى عالي جدا جنب الالكترون، وابتدي يقل 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 زي ما شايفين كده، والمعادله بتاعته رو بتساوي في، الفي بتساوي رو في الاي على 2 باي اكس، يبتدي الاكس تزيد، يبتدي يقل خالص لحد ما يوصل لايه؟ للزيرو. طيب في مشكله ان في يبقى انا قبل ما نبدا بس في الحته دي، في بعض الوقت لو انت عايز نرجع تاني اهو، لو انت عندك في البيت ولا حاجه وعايز ريزيستنس زي مثلا الارم بتاعتنا زي مثلا عايزين 2 اوم عشان دي سيفتي للهيومن بتاعي. خلاص؟ طيب لما جيت تشوف السيفتي عشان توصل ل 2 اوم دي، رحت معوض في القانون اللي كان معانا من شويه، اتفقنا ان الار بتساوي بتاع الهيمسفير رو على 2 باي ار. لو انت عوضت في القانون ده الرو معايا والريديوس حسبناه، طلعت مثلا سي مثلا ار دي ب 20، لكن احنا محتاجين 2. طب ايه الحل؟ في الحاله دي بقى انا مش هينفع رد واحد او مش هينفع الكترون واحد، اضطر ان انا احط مجموعه براي. فالريزستنس بتاع سنجل رد في الغالب ما بتبقاش كافيه معايا، فبضطر ان انا احط مجموعه نمبر اوف روتس ار كونكتد ان براي. طالما براي التيار اتوزع عليهم، بالتالي الريزستنس الايكوفلنت بتاعتهم هتبقى اقل من الموجود عندي. فهنا في الحاله دي ناخد بالنا بس، ان اجي اعمل الكلام ده براي ما اجيش احطش الروتس او جنب بعضيها. ليه بقى؟ لان هما بيأثروا على بعض زي ما احنا شايفين، هنشوف بعد شويه. فبالتالي ان انت حاول تبعدهم عن بعض. تبعدهم قد ايه؟ والله يعني المواصفه في الحاله دي بتقول لك ان البعد اللي هو المناسب يبقى ضعف الطول اللي رد. يعني لو انا عندي رد طوله 3 متر ورد الثاني طوله 3 متر، المسافه المينيموم بينهم تبقى 6 متر. طب لو واحد ما التزمش كده خلاها 5، في الحاله دي الريزيستنس بتاعتنا هتبتدي ان هي ما تبقاش مجموع البراي بتبتدي تزيد معاه. وبالتالي لو انت حاططهم كلهم مثلا بعد بينهم متر، خلاص اكنك ما عملتش حاجه وهتعتبرهم ضد واحد مشايله معاك في الريزيستنس. لو جينا بصينا اهو، طبعا زي ما اتفقنا ان احنا ايه بنجيب، لو انت بعتهم جدا عن بعض هتبقى انت معاك تقريبا تو ريزيستنس باريل، والمحصله بتاعتهم ان انت مجموع اللي حصل واحده فيهم على اثنين. يبقى روتس اهو الكتريكال باريل. خلاص زي ما اتفقنا ان احنا نحط مجموعه عشان نبتدي ان احنا نوصل للريزيستنس ايه؟ قليل. خلاص فاحنا ساعات بنحط اري من الروتس، واحدة واثنين وثلاثة واربعة زي ما ايه؟ ما نشوف بعد شوية. خلاص؟ الريزستنس بتاعتي غالبا بتبقى بتعتمد على عدد اللي انت حاطه والمسافة ما بينهم والكونفجريشن شكله عامل ازاي؟ زي ما نشوف في الأمثلة اللي جاية. اتفقنا ان السيبريشن بتاعنا لازم يكون كبير عشان ما يأثروش على بعض. تمام؟ هنخش بس في الحتة ازاي نحسب اهو المالتيبل جيفن رود الكترود. يبقى انا عندي في عدد من الكترود اهو، هبتدي ادخله في الجراوند وعايز احسب له. عايزين نخش في الحسابات بس عشان نبتدي، ده الجزء اللي يهمك ان انت حتى لو تعمل ديزاين في البيت ازاي اعرف قيمه الريزيستنس بتاع الرد بتاعتي ازاي او قيمتها بكام. طبعا انا بقول لك هنا الميثود بتاعتنا بتعتمد ان انت بتاسيوم ان انت تحول اول حاجه، اول خطوه ان انا بحول كل الايه؟ كل الكترود للهيمسفير خلاص، او كل رود للهيمسفير، وبعدين بشوف الجهد بكام، ومن الجهد ده بحسب الريزيستنس بتاعتي كام. ناخد مثال كده، ادي احنا مثلا عندنا تو رود اهو،
خلاص، وعايز احسب طول دول وصلناهم براين، وعايز احسب الايكويفالنت ريزيستنس بتاعتهم بكام. تعال نبص مع بعضينا كده اهو، ادي عندي طول الطول واتس اهو متوصلين مع بعض براين، يبقى التيار خارج من الايكويفالنت ابتدى يتقسم خلاص، وعايز اشوف الريزيستنس بتاع المجموعه دي ازاي. عشان تحسب الريزيستنس بتاع الجراوند سيستم قدامك ثلاث خطوات لازم تعملهم. اول خطوه ايه؟ اول خطوه بتبدا بيها ان انت توزع الكارنت. يبقى عندي التيار اهو دول اثنين، وزي ما شايفين كده الاثنين دول سيمتريكال، مثلا ببساطه قوي المره دي خلاص. فلو في ده تيار اي هيبقى هنا اي على اثنين وهنا اي على اثنين خلاص. يبقى اول خطوه ان انا بعمل ايه؟ بوزع التيار، تمام. الخطوه الثانيه ان انت هنشيل كل رود واحط بداله الهيمسفير المكافئ ليه. ده في حد فاكر القانون بتاع الهيمسفير؟ برافو. الار بتاع الهيمسفير ار ايكويفالنت بتساوي ايه؟ ال على لين 8 ال على دي ماينس 1. يبقى انا الخطوه الثانيه عملت الايه؟ جبت الايكويفالنت هيمسفير بتاع الاولاني وبتاع الثاني. الخطوه الثالثه ان انت تحسب البوتنشال بتاع اي واحد فيهم واجيب الريزيستنس حصل ايه؟ الفي ار ار. نجمع الكلام ده اهو، بص كده. يبقى انا عشان احسب الجراوند ريزيستنس قدامي ثلاث خطوات. اول حاجه ديفايد او ديستريبيوت ذا كارنت، وزع التيار. ثاني حاجه هستخدم الهيمسفير في الايكويفالنت بتاعي. اخر حاجه ان انا احسب البوتنشال وبعدين اجيب الريزيستنس اللي هي الفي ار ار. ناخد مثال كده، بص كده. انا عندي تور رود الكترود اللي كانوا فاتوا دول، ورحت موزع التيار اي على 2 عشان دول سيمتريكال، اي على 2 واي على 2. الطول بتاع كل واحد فيهم ام، الدايمتر بتاع الرود دي، الديستنس بينهم دي كابتل زي ما احنا شايفين كده. يبقى اول حاجه وزعنا التيار. ثاني خطوه رحنا جبنا ايه؟ ار ايكويفالنت. الار ايكويفالنت في الحل دي بتساوي ايه؟ ال على لين 8 ال على دي ماينس 1. ال معايا ودي معايا، فانا جبت الار ايكويفالنت بكام. طيب انا شلت الرود ده وحطيت بداله هيمسفير، وشلت الرود ده وحطيت بداله هيمسفير، والديستنس بينهم دي، وشلت طبعا الايه؟ استخدمت الار ايكويفالنت بتاع الهيمسفير. طيب كده عملنا خطوتين، ان احنا وزعنا الكرنت جبنا ار ايكويفالنت. الخطوه الثالثه ايه؟ برافو، نجيب الفي. تعال نبص كده اجيب البوتنشال ازاي؟ دي اصعب حته في الموضوع، بس هي ببساطه كده تعال نعملها مع بعض. تخيل كده ادي عندك الهيمسفير الاولاني بتاع الرد الاولاني، ايكويفالنت الرد الاولاني، وادي الهيمسفير الثاني ايكويفالنت بتاع الايه؟ الرد الثاني. طيب انت عايز تحسب البوتنشال عند كل نقطه، سي مثلا نقطه هنا او هنا او غيره. انا عايز احسب اول حاجه البوتنشال بتاع الايه؟ سي مثلا النقطه دي. احسبها ازاي؟ الهيمسفير الالكترود ده ماشي فيه تيار ولا لا؟ ماشي فيه تيار اي على 2. طيب اتفقنا ان وانس ان الالكترود ده او الجراوند دي مش فيها تيار اللي هو اكس او تيار اي على 2، الجهد بتاعها عامل ازاي؟ برافو. اتفقنا ان المفروض الفي بتساوي رو في الاي على 2 باي اكس، بس الكرنت هنا مش اي، الكرنت هنا بكام؟ باي على 2. يبقى انا الهيمسفير الالكترود ده اول ما يمشي فيه تيار اي على 2 هيرفع الجهد بتاع السويد دي كلها من المعادله دي اللي هو الكيرف اللي انا عامله هنا بالريد ده. يبقى الفي في الحاله دي بتساوي رو في الاي على 2 على 2 باي اكس. طب الكيرف ده جاي منين؟ هو الجهد اللي على السويد ده نتيجه ان في تيار اي على 2 مشي في الالكترود ده. طب الالكترود اللي جنبه ده مش برضه ماشي فيه تيار؟ اه ماشي فيه تيار في اي على 2، هيرفع الجهد برضه من حواليه يمين وشمال ولا طبعا. فيبقى برضه اللي هيعمل رفع الجهد هنا برضه الفي بتساوي رو في بس رو هنا رو في اي على 2 على 2 باي اكس. طيب انا دلوقتي الجهد مثلا لو انا عايز احسب جهد عند النقطه دي، الجهد عند النقطه دي هيساوي كام؟ الجهد عند النقطه دي هيبقى مجموع الاثنين، لان انت هتاخد اكن خد لوحده وتاخد الجهد اللي جاي له من اللي هو الهيمسفير الثاني. طيب يبقى الجهد هنا في الحته دي، تعال نبص كده عند النقطه ايه معايا كده، عند النقطه ايه هبتدي احسب نتيجه نفسه الاولاني نفسه، يبقى ايه؟ رو فاي على 2 على 2 باي اكس. اكس في الحاله دي بكام؟ الاكس خلي بالنا الاكس بتاع الهيمسفير ده تتقاس من السنتر بتاعه، والاكس اللي هي بتاع الهيمسفير الثاني ده اهو تتقاس منين؟ السنتر بتاعه هو. يبقى نقطه ايه ده؟ لو انت عايز تحسبه نتيجه نفسه، يبقى النقطه ايه دي؟ تبعد عن السنتر كام؟ ار ايكويفالنت. برافو. يبقى انا جهد النقطه ايه بالنسبه اللي جاي منها هي رو في اي على 2 على 2 باي ار ايكويفالنت. طب نقطه ايه دي برضه جاي لها بوتنشال من اللي جنبها ولا لا؟ جاي لها، هيبقى برضه المفروض رو في اي على 2 2 باي اكس، بس اكس نقطه ايه هنا؟ تبعد عن السنتر ده كام؟ تمام، اللي هي دي بلس ار ايكويفالنت. يبقى انا جهد النقطه ايه ده جاي من حاجتين، جاي من الهيمسفير الاولاني بلس الهيمسفير الثاني. جمع الكلام ده اهو، بص كده اهو. يبقى الفي عند الالكترون الاولاني اللي هي الفي عند نقطه اي عباره عن حاجتين، رو في اي على 2 2 باي ايكويفالنت جاي من الالكترون الاولاني اللي هو ده،
زائد الجزء اللي جاي لك من الالكترويد الثاني اللي هو روف 2 باي في الاكس، والاكس في الحاله دي ار ايكوفلنت بلس دي. طبعا ار ايكوفلنت صغيره جدا بالنسبه للدي، يبقى اتفقنا ان احنا هنخلي المسافه بينهم كبيره، فممكن اهمل ده. في الحاله دي ممكن اقول روف اي على 2 على 2 باي ار ايكوفلنت بلس روف اي على 2 على 2 باي في ايه؟ في الدي. طيب نعمل ايه دلوقتي احنا؟ لو خدنا رو على 4 باي والاي ده كومن، هيفضل هنا ايه؟ هيفضل هنا 1 على ايكوفلنت. يبقى احنا نستكمل كده. يبقى اذا اول حاجه عش يعني تالت خطوه زي ما اتفقنا، ان انا هجيب الجهد عند اللي هو الالكترود اهو، يبقى الفي عند الالكترود الاولاني بيساوي اللي هو الجزء اللي جاي له من نتيجه الالكترون الاولاني زائد الجزء اللي جاي له من نتيجه الالكترون الثاني. وزي ما احنا حسبنا كده، يبقى الفي عند اول الكترود بيساوي روف اي على 2 على 2 باي ايكوفلنت بتاع الجزء الاول زائد روف اي على 2 على 2 باي دي اللي هو جاي له من الجزء الثاني. تمام. لما نيجي ناخد كومن كده يبقى روف اي على 4 باي، لو خدت كومن هيفضل 1 على ار ايكوفلنت بلس 1 على دي. هنا احنا هنا ما بندورش على الفي، في الاخر بندور على الار. طب الار بتساوي الفي على الاي، فلو انا خدت الاي الناحيه الثانيه يبقى في على الاي بتساوي اللي هي الار اكشوال اللي هي الموجوده عند الفعليه اللي هي رو على 4 باي 1 على ار ايكوفلنت بلس 1 على دي. زي ما لاحظين من المعادله دي، كل ما تبعد يعني معناها ان دي بتزيد يحصل ايه في الريزستنس؟ طبعا لما بتبعد ان دي بتبتدي واحد على ده بيقل، معناها الريزستنس بتاعتنا بتقل، وده اللي احنا كنا بناكد عليه. لكن لو دي صغيره قوي هيبتدي التاثير بتاع الجزء ده هيبقى كبير ويعمل معاك مشكله. عشان كده بنقول لازم البعد بتويل تو الكترود يبقى ضعف طول الواحد فيه. ماشي؟ طيب ده لو احنا عندنا اثنين الكترود. في بس نقطه هنا قبل ما نكمل، لو كان المجموعه اكتر من اثنين، في حاجه اسمها الاوفرلابنج كوفيشنت، او في ناس بتسميه سكريننج كوفيشنت. ايه الاوفرلابنج كوفيشنت ده؟ الوقت طالما فيه تو الكترود او اكتر قريبين من بعض، فايه اللي بيحصل؟ بيأثروا على بعضهم. فانا عايز اشوف التأثير ده اخباره ايه ونسبته قد ايه. هبعرف حاجه اللي اسمها السكريننج كوفيشنت او الاوفرلابنج كوفيشنت اللي هو الايتا، اللي هو الار ايديال على الار اكشوال. ايه الار ايديال ده؟ الار ايديال ده اللي هو فرض لو انت عندك التو الالكترودز دول او مجموعه الالكترودز دي موصله امبارل. لو موصله امبارل هجيب المحصله ازاي؟ زي ما احنا عارفين الار ايديال لو انا موصل حاجه امبارل هتبقى واحد ريزيستنس على واحد فيهم على عددهم. يعني في المثال اللي فات كان انا عندي كام واحد؟ اثنين. يبقى اجيب الار بتاع 1 الكترود واقسمها على اثنين. طب الار بتاع 1 الكترود في المثال اللي فات بكام؟ ما هي واحد بس اللي هو رو على 2 باي ار اللي هو بتاع الهيمسفير، واقسمها على اثنين يبقى رو على 4 باي ار كوفلنت اللي هو تقريبا الجزء الاولاني. طب الار اكشوال اللي موجوده تحت ده اللي هي ايه؟ الار اكشوال دي اللي هي القيمه اللي احنا بنجيبها من الايه؟ من الحسابات بتاعتنا اللي هي القيمه الفعليه. طبعا ار ايديال على طول اقل من ار اكشوال، فاكيد الايتا ده اقل من ايه؟ من واحد. يعني وانت بتحسب الامتحان وطلع معاك ايتا اكبر من واحد او السكرين كوفيشنت ده اكبر من واحد، معناها عندك مشكله في الحسابات. طيب لو انا بقى اكتر من واحد اعمل ايه؟ لو خدنا مثلا مثال كده، تعالى نبص كده. ادي 3 الكترود اهو. خلاص؟ الاكزامبل بتاعنا 3 الكترود. 3 الكترود دول ممكن يكونوا محطوطين زي ما شايفين كده، ممكن بالمنظر ده، وممكن يكونوا معذرة نبدا بس. لو انا عندي 3 الكترود، لو 3 الكترود دول انا حطيتهم او دايهم في الارض على شكل ايه؟ مثلث زي ما احنا شايفين. ده الكترود اهو واحد، وادي الكترود اثنين، وادي ثلاثه. الديستنس بينهم دي كابيتال، فاحنا عاوزين نحسب برضو الريزيستنس بتاع المجموعه دي بكام والسكرين كوفيشنت بكام. اول خطوه لو نفتكر كده مع بعض هنعمل ايه؟ كارنت ديفيجن. تبتدي اقسم الكارنت. هتقسم ازاي؟ واضح ان هنا برضو في سيمتريكال. لما اجي اقسم الطياره بين الثلاثه دول متوصلين مع بعضهم ومتماثلين، يبقى اكيد تلت التيار هيبقى في الالكترون الاولاني وتلته في الثاني وهيبقى تلته في الثالث. يبقى انا هنا اي على ثلاثه واي على ثلاثه واي على ثلاثه. الخطوه الثانيه هو احسب ار ايكوفلنت زي ما اتفقنا، اللي هي ريدس بتاع الهيمسفير. هيبقى ار ايكوفلنت يساوي ال على لين 8 ال على دي ماينس 1. الخطوه الثالثه ان انا احسب الجهد عندي نقطه عند اي واحد فيهم، زي مثلا نقطه ايه دي؟ فاحسب الجهد اول نتيجه نفسه. نتيجه نفسه يبقى ايه؟ رو الكرنت بتاعه هو اي على 3 على 2 باي في المسافه بين النقطه دي والسنتر بتاعه هو اللي هي ار ايكوفلنت بلس الجزء اللي جايله من الالكترود اللي على جنبه اللي هو اللي على اليمين ده، هيبقى برضه رو في الاي بتاعه اللي هو اي على 3 على 2 باي في الديستنس بتوين النقطه ايه
والسنتر ده تقريبا هو دي كارتة اللي حطيتهم. برضو اللي هو اللي فوق ده هيعمل له برضه نفس الكلام، هيأثر عليه، هيبقى الجهد عند النقطة ايه نتيجة الالكترود اللي فوق ده، هيبقى رو في اي على 3 على 2 باي برضه في الدي. لو انت خدت كومن اللي هو الرو على اللي هي اللي تقدر ناخد هنا برضه 6 باي كومن، هيفضل 1 على ار كوفلنت بلس 2 على دي. طبعا اخدت على طول اي هنا كومن عشان اجيب الار اكشوال في خطوه واحده. طيب تمام كده جبنا الار اكشوال، ولا برضه هي تعتمد على دي زي ما انتم شايفين كده، فكل ما بعد هيبقى افضل. لو انا خليت الدي دي بما لا نهايه هتطلع الار اكشوال بكام؟ روح على 6 باي في 1 الار اكوفلنت، اكنك ده المحصله اللي هي برق اللي احنا واخدين عليها. طبعا عايز تحسب سكرين كوفيشنت في الحاله دي الموضوع بسيط، هجيب ار 1 الكترول، ار 1 الكترول قلنا القانون بتاعه اللي هو ايه؟ رو على 2 باي في الار. طب الار ايديال بتساوي ايه؟ الار 1 الكترول على عددهم اللي هنا 3 في الحاله دي، هتبقى رو على 6 باي ار اكوفلنت، يبقى الايتا بالنسبه لنا الار ايديال على ار اكشوال، وابتدي اعوض في القانون بتاعي. طيب لو هو ده غير بس في حاجه كده، بدل ما خلاهم لك على شكل مثلث، بص كده عمل ايه؟ خلاهم هنا على شكل ايه؟ فلات كونفجريشن في خط مستقيم زي ما انت شايف كده. طب ايه الفرق دلوقتي؟ برضه هنا الثلاثه دول متوصلين مع بعض، فالكرنت هنا هيبتدي يتوزع ازاي؟ للاسف هنا الكرنت لما يجي يتوزع مش هيتوزع بالتساوي. ليه بقى؟ تعال نبص كده. الاولاني والاخير لو احنا جينا بصينا السويد اهو، التيار هيبتدي يمشي من هنا اهو زي ما شايفين، هيبتدي يمشي لتحت، نفس الحكايه بالنسبه للاخير. طيب التيار، هل التيار هيقدر يمشي من الالكترود ده رايح مباشر كده على الالكترود الثاني؟ لا مش هيقدر. ليه مش هيقدر؟ احنا عندنا الالكترود ده والالكترود ده الاثنين متوصلين بنفس النقطه، معناها ان البوتنشال هنا هو البوتنشال هنا. طالما البوتنشال هنا التيار عشان يمشي لازم يكون في فرق في الجهد، فعمر ما التيار هيمشي من الالكترود الاولاني يروح على الالكترود الثاني، فالتيار كله لازما يمشي لتحت. نفس الحكايه بالنسبه للاخير اللي في النص ده، ما عندوش اتجاه اللي لازم يمشي لتحت زي ما احنا شايفين كده، فاكيد الاريا اللي ماشي فيها التيار ده غير اللي في النص، فالتيار اللي هيمشي اللي هنا غير التيار اللي هيمشي هنا. عشان كده فرضت انا التيارات ازاي؟ خليت باي واحد وده مختلف عنه اي اثنين. طبعا الاول والاخير متماثلين، فخليت برضو ايه؟ اي واحد. كان في الحاله دي احسب ازاي؟ خلي بالك عندك معادله هنا بتقول ان مجموع التيارات دول لازم يساوي التيار اللي جاي لك اصلا، يبقى انا في الحاله دي هيبقى التيار بيساوي ايه؟ يبقى انا عندي الاي بالنسبه لنا، الاي بالنسبه لنا بيساوي ايه؟ بيساوي اللي هو التوتال كارنت بيساوي 2 اي 1 بلس ايه؟ اي 2. الخطوه الثانيه لو تفتكروا قلنا هنعمل ايه؟ هحسب البوتنشال عند الالكترود الاولاني. البوتنشال عند الالكترود الاولاني بيساوي نتيجه نفسه زائد نتيجه الاثنين اللي جنبيه. هيبقى انا عندي هنا نتيجه نفسه رو في اي 1 بتاعه هو على 2 باي ار اكويفلنت. طب نتيجه اللي جنبه ده هيبقى رو في التيار بتاعه اللي هو اي 2 على 2 باي في الدي. طب الثالث ده هيبقى رو في اي 1 لان هنا التيار بتاعه اي 1 على 2 باي في المسافه. المسافه هنا قد ايه بين الاولاني وبين الاخير؟ 2 دي. برافو جدا. تمام كده جبت الجهد عند النقطه دي. برضه ما زال هنا عندي، خلي بالك هنا عندك كام مجهود؟ اي 1 واي 2 ماشي. فانا مش هقدر، وعندك وعندنا طبعا الاي نفسه مش موجود، فانا محتاج ثلاث معادلات. انت عندك معادلتين، محتاج معادله كمان. طب اجيب المعادله الثانيه منين؟ ما انا ممكن احسب الجهد عند الايه؟ عند الالكترود الثاني. طب الجهد عند الالكترود الثاني بيساوي ايه؟ ان انا عندي الالكترود، جهد عند الالكترود الثاني نتيجه نفسه هيبقى روف اي 2 على 2 باي الكوفلنت. طب نتيجه اللي هو اللي على اليمين ده هيبقى ايه؟ رو في اي 1 على 2 باي ار كوفلنت. يبقى نرجع للخطوه بتاعتنا اهو، ادي الفي عند 2 بيساوي رو زي ما اتفقنا كده عند الترو الثاني نتيجه نفسه رو في اي 2 على 2 باي ار كوفلنت. طيب بالنسبه للاولاني والاخراني دول هيبقى 2 رو في اي 1 على 2 باي في الدي اللي هي الديستنس اللي من اليمين والديستنس من الشمال. طبعا دلوقتي برضه، طب ايه العلاقه بين الفي عند الواحد والفي عند الاثنين؟ نفكر شويه كده، ايه العلاقه بين الجهدين دول؟ اكيد ان في 1 بيساوي في 2. طب ليه؟ مش هما دول متوصلين بنفس النقطه؟ اهي زي ما شايفين كده نفس النقطه دي هي موصله بين الاولاني وبين الثاني وبين الثالث. معناها ان في 1 بيساوي في 2 بيساوي في 3. فانا ممكن اساوي في 1 وفي 2 وعندي برضه، فاقدر اجيب من هنا معادله، وعندي المعادله اللي فوق اللي هي الاي بيساوي 2 اي 1 بلس اي 2، اقدر من المعادلات الاربعه اللي قدام دول اقدر اجيب ار اكشوال اللي هي الفي على اي بسهوله جامده جدا. يبقى انا قدرت دلوقتي احسب الار اكشوال في كام حاله؟ في اي حاله. ليه؟ لان لو انا عندي سيمتريكال اقدر اوزع التيار، وبرده لو ان سيمتريكال اقدر اشتغل ازاي؟ يعني لو خدنا مثال ثاني كده، لو انا عندي مثلا الاربعه متوصلين على شكل مربع وديستنس بينهم متساويه، في الحاله دي اوزع التيار ازاي؟
هيبقى اي على 4 واي على 4 واي على 4 وكده اكمل الجهد عندي باين مسألة عادي خالص. طيب لو انا عندي الاربعه دول متحطين في ريت كده او على ستريت لاين، في الحاله دي هيبقى الاول والاخير زي بعضيهم في النص زي بعض، هيبقى الاي بيساوي 2 اي 1 بلس اي 2. وفي الحاله دي اعمل ايه؟ هجيب الجهد عند الاولاني واجيب الجهد عند الثاني واساوي برضه الاثنين مع بعض واشتغل بنفس الطريقه اللي فاتت. يبقى انا عندي هنا، يبقى انا عندي هنا الاولاني اهو حسبناه الجزء البي هنا، وحسبنا برضه البي عند الثاني، خلاص سويت الاثنين مع بعض. يبقى بنفس الطريقه اللي انا عملتها المره اللي فاتت قدرت احسب الار اكشوال، وبالنسبه لي اقدر احسب السكرين كوفيشن بكل سهوله. احنا برضه بننزل شيت على الجزء ده وفيه مسائل كتير عشان تتدرب على الحته دي، وتقدر تحسب الار اكشوال في اي شكل او السكرين كوفيشن. هنوقف في المحاضره يعني لحد الجزء ده، وان شاء الله يعني نستكمل في المحاضره الجايه، ونرجو نكون ان انت تكون استوعبته. ولو في اي حاجه يا ريت بس تبعتوا لي، لو في استفسارات ولا حته عاوزين نعيدها مفيش مشكله ممكن نستكملها معاكم، ولو عاوزين اونلاين ميتنج ولا حاجه مفيش مشكله انا متاح في اي وقت. شكرا يا باشمهندس.